الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في هذه الجلسة الجديدة. سنتحدث اليوم عن التحويل بين أنماط الصور المختلفة. تعرفنا في الجلسات الماضية على ثلاثة أنواع من الصور، وهي الصور الأسود والأبيض وهي الباينري إيميج، والصور الرمادية جراي سكيل إيميج، والصور الملونة RGB. سنبدأ للتعرف على التحويل بين هذه الأنواع المختلفة. أولا، كيف يمكنك تحويل صورة ملونة نمط RGB إلى صورة ذو تدرج رمادي؟ سنعتمد الوزن، استخدام الوزن NTSC. نحن نعلم بأن الصورة الملونة يتم تخزينها ضمن مصفوفة ثلاثية الأبعاد Color Channel، وهي Red والGreen والBlue. أما الصورة ذات التدرج الرمادي يتم تخزينها في مصفوفة ثنائية الأبعاد، حيث كل بكسل يحوي قيمة تعبر عن التدرج أو اللون الرمادي. هذه القيمة إذا أردت حسابها من ثلاثة قيم للبكسل الملون يتم حسابها باستخدام هذا الوزن. نقوم باستدعاء قيمة البكسل الممثلة لتركيز اللون الأحمر Red ونضربها بهذا الوزن، ثم نجمع لها Green ثم قيمة Blue، ومجموعهم يقوم بإعطاء قيمة الجراي. تمرين: قم باستدعاء صورة ملونة واستخدام الوزن الواضح في المعادلة لتحويل الصورة الملونة إلى صورة جراي سكيل إيميج. بانتظار محاولاتكم لحل هذا التمرين. هل سنقوم بحفظ هذه الأرقام وهذه الأوزان للتحويل كل مرة؟ كلا. بكل بساطة، في الماتلاب يوجد تابع RGB to Gray. سأقوم بتطبيق هذا التابع أمامكم. سأقوم بقراءة صورة M تساوي M Red. وأقوم بتحويلها Gray M تساوي استخدام التابع RGB to Gray، ثم أقوم بوضع الصورة. هذه هي الصورة الملونة لدي. الصورة بعد تحويلها إلى نمط رمادي Gray M، قام بتحويلها إلى تدرج رمادي. لننتقل إلى الجزء الآخر، كيف يمكنني تحويل الصورة إلى نمط باينري إيميج. سأشرح المبدأ بشكل عام. يتم تحويل الصور إلى نمط باينري، أي لتصبح الصورة أبيض وأسود تتكون من بكسلاتها من أصفار وواحدات. يتم تحويلها عبر عدة مراحل ما تسمى بيت بلينز. المستوى السابع تم تحويلها إلى صورة من نمط باينري إيميج. كيف يعمل ذلك؟ سأريك المبدأ من خلال كود التالي. مثلا لدي صورة جراي سكيل، سأقوم بقراءتها وعرضها. هذه الصورة الرجل سنريد تحويلها إلى نمط باينري. يتم تحويلها أولا إلى مستوى بيت بلين 0 من خلال إيجاد باقي القسمة على 2 لكل بكسل. لاحظ، هذا هو المستوى الصفر. والانتقال من مستوى إلى آخر وهكذا حتى الوصول إلى الصورة الثنائية، نقوم بتقسيم كل مرة على 2 مضاعفة العدد 2. لاحظ النتيجة النهائية. لاحظ مراحل التحويل: مستوى 0 1 2 هكذا حتى الوصول إلى مستوى 7، تم تحويل الصورة إلى نمط باينري إيميج. بعد أن فهمنا المبدأ الأساسي لعملية التحويل، يمكنك استخدام التابع M2BW مباشرة. مثال M تساوي لدي الصورة، هذه الصورة من الصور المخزنة ضمن الماتلاب، يمكنك استدعائها مباشرة. عرض الصورة، هذه هي الصورة الملونة، أريد تحويلها إلى نمط باينري مباشرة. أكتب M2
نلاحظ أن شدة العتبة غير مناسبة بسبب احتواء الصورة الناتجة بين الإيميج على بعض التشويش. لاحظ. لاحظ هذه النقاط التي تظهر في أثناء التحويل. مثلا إذا أردت تحسين عتبة الصورة وتحسين النتيجة بالتخلص من هذه النقاط. Thresholding. وهنا نتوجه إلى موضوع مهم وهو Thresholding. الصورة الرمادية تتحول إلى ثنائية من خلال اختيار Gray Level، لنفرض أننا وضعناه في متغير T، وبالتالي أثناء عملية التحويل من Grayscale Image إلى Binary Image يتم يتحول كل بيكسل أبيض إلى اللون الأبيض إذا كانت عتبة الليفل Gray Level أكبر من الحد الذي وضعناه، وإذا كانت قيمة الجراي للبيكسل أصغر أو تساوي الجراي ليفل تي يتحول إلى لون الأسود، وبذلك تتحول كل البيكسلات إلى أسود وأبيض وتصبح الصورة بالنمط باينري إيميج. هل يمكنني التحكم بالعتبة وشدة عتبة الصورة؟ نحن استخدمنا التابع M2BW. نلاحظ M استخدام الهلب لأنه من ضمن بارامترات التابع يمكنك تحديد ليفل وهو مستوى شدة العتبة. الليفل قيمته ما بين الصفر والواحد. لنجرب بعض التجارب. ليفل 0.3. نمشو BW. اخترت الليفل 0.3. نلاحظ هناك تشويش كبير جدا. الوضع الافتراضي عادة عندما هنا لم نقم بتحديد الليفل يكون 0.5، النصف. نختار أكثر من النصف لأن في النصف أيضا وجدنا تشويش. نمشو. نلاحظ عندما ارتفع الليفل تخلصنا من العديد من النقاط. نلاحظ أصبح الوضع أفضل من قبل. إذن كيف يمكننا أن نقوم بتحديد شدة عتبة الصورة بشكل دقيق؟ تحدثنا بأنه يمكننا باستخدام تابع M2BW تابع التحويل أن نقوم بوضع قيمة للليفل مستوى وهي قيمة محصورة ما بين الصفر والواحد. لاختيار شدة العتبة بالشكل الأمثلي يمكننا أن نستخدم تعليمة أخرى. هذه هي التعليمة. كيف يمكنك استخدامها لتحديد مستوى شدة عتبة إضاءة الصورة؟ استخدم هذه التعليمة لتحديد الليفل وثم ادخل نتيجة هذه التعليمة إلى تعليمة التحويل إلى نمط باينري. ابحث عن الموضوع ضمن الهلب وانتظر أن أجد إجاباتكم حول هذا الموضوع. إذن تعرفنا كيف نقوم بتحويل الصورة من النمط الكالر إيميج إلى النمط Grayscale Image باستخدام التعليمة RGB to Gray، ثم التحويل من النمط Gray إلى النمط Binary باستخدام التعليمة M2BW. لنتعرف على نوع آخر من الصور Indexed Image. يتم تمثيل هذا النوع من الصور ضمن مصفوفتين، مصفوفة الدليل Index ببعدين M ضرب N ومصفوفة خارطة الألوان Color Map K ضرب 3. Color Map تحتوي جميع الألوان المحتمل وجودها في الصورة، حيث K تمثل عدد الألوان الموجودة في الصورة. أما الثلاثة، ثلاثة أعمدة تمثل مركبات اللون وهي الـ RGB، تمام؟ أما مصفوفة الدليل تحتوي بكسلات الصورة التي تشير إلى الألوان في مصفوفة خارطة الألوان، حيث كل بكسل إندكس تتضمن كل بكسل وهناك رقم صحيح يشير إلى اللون الذي يحمله هذا البكسل. مثلا في هذه الصورة الرقم 5 يشير إلى السطر الخامس من مصفوفة الألوان الذي يحوي مركبات اللون الأزرق الموجود هنا في هذا البكسل. لقراءة صورة من نوع Index M كنا نضع M تساوي M read ونضع اسم الصورة، لكن في النوع Index كما قلنا أنها تحتوي مصفوفتين، مصفوفة الدليل ومصفوفة الكالر ماب، إذن نحتاج لتخزينها ضمن مصفوفتين X وماب.
أمريت، سأقوم أيضا بقراءة صورة مخزنة في الماتلاب. تريس، ولاحقت الصورة. تم تخزين الصورة. لعرض الصورة امشو أيضا إكس ماب. كما تلاحظ أنه لقراءة وعرض الصور من نوع إندكس تحتاج إلى بارامتر إضافي، وهو الماب الذي يعبر عن خريطة الألوان للصورة. هذه هي الصورة إندكس إيمج. مثال آخر، لدي أيضا مصفوفة من نوع صورة من نوع إندكسد إيمج. سأقوم بتخزينها كما تعلمنا X. هذه أيضا صورة مخزنة في الماتلاب. عندما أقوم بعرض المتغير X فقط بدون ماب، لاحظ النتيجة، ستظهر الصورة البكسلات لكن لا يوجد ألوان للصورة. لعرض الألوان ماب، وهي التي تعبر عن color map للصورة، وبذلك ظهرت الصورة ملونة. نفرض لدي الصورة M تساوي، سأقوم بقراءة صورة من نوع RGB. هذه هي الصورة من نمط RGB، أريد تحويلها إلى نمط إندكس. لتحويلها إلى نمط إندكس سأقوم بتخزينها ضمن متغير X و Map من أجل تخزين الكالر ماب RGB to Index. للتحويل أقوم بإدخال الصورة من نمط RGB وتحديد عدد الألوان التي أريد استخدامها في الصورة، مثلا اخترت 32. لاحظ عند عرض الصورة أصبحت الصورة من نمط إندكس X ماب، صورة من نمط إندكس وتحتوي 32 لونا فقط. هذه الصورة تحتوي على 32 لونا. استخدام 8 ألوان مثلا، يمشو. لاحظ أصبحت الألوان أقل في الصورة، واضح الفرق أصبح هنا. لاحظ الألوان أصبحت قليلة جدا بسبب احتواء الصورة على 8 ألوان فقط كما قمت بالتحديد له. يمكنك أيضا إعادة تلوين الصورة أو استخدام خريطة ألوان جديدة بتحديد الألوان التي تريدها. هناك خرائط ألوان أو ما نسميها color maps موجودة جاهزة في الماتلاب، وهذه يمكنك استدعائها حسب اسم. نجرب بعضها. سأقوم بقراءة صورة. هذه الصورة كانت لدي صورة ملونة. سأقوم بتحويلها إلى نمط gray تدرج رمادي. أصبحت الصورة ذو تدرج رمادي، وسأقوم بوضع الكالر ماب الذي أريده. مثلا سأقوم بتجريب إحدى هذه الخرائط الجاهزة في الماتلاب. إم، سأعرضها وسأقوم باختيار كالر ماب مثلا. قام باختيار تغيير خريطة الألوان. لنعيد التجربة. استخدام هذه خريطة ألوان أخرى. وبذلك تعرفنا على أهم التوابع للتحويل بين أنواع صور مختلفة، وتعرفنا على الIndexed Image كيف نقوم بتخزينها وعرضها. شكرا لكم، ونلقاكم في جلسة قادمة إن شاء الله.